أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نورهم بين أيديهم برهان أتشو كفيت لفيتو أتشاتشونا وبأيمانهم بكأن أتشاتشون بكل يميروت هنو بمتايبتنا. بشراكم اليوم يزاريو بسرات أتشو جنات تجري من تحتها الأنهار በስሮቿ ጅረት የሚፈሱባት ጀነት ናት። ካሊዲነ ፊሃ በውስጧም ዘውታሪዎች ስትሆኑ ይባላል። ዛሊከ ሁወ ልፈውዙ ልዓዚም ያ ደግሞ ታላቅ ስኬት ማለት እርሱ ነው። የውመ የቁሉ ልሙናፊቁነ ወልሙናፊቃት መናፍቃንና መናፍቃትም በሚሉበት እለት ነው። للذين آمنوا لننيا لأمنوا تسوج انظرونا تملكة ويم تتأبابكم نقتبس من نوركم كبرهانا جهنا يايزان لننا قيل ارجعوا وراءكم ودهالا وچاتو تملسوا إبالا فضرب بينهم بسور بمهكلاتهم أطر الدرقال له باب بر اللواتر ظاهره فيه الرحمة وجعوا كفل برسوس رحمة الله وباطنه من قبله العذاب وستدقمو برسوك تجعنا وكتاتي الله. ينادونكم يتأروا التهال ألم نكن معكم إنياك أن ننتقى لنبرنا منه إلى الله. قالوا كذام مؤمن وتلالو ينادونهم ألم نكن معكم منافقانو مؤمن وتن يتعرالو إنيا كنا نتقى النبر نموي بلو قالوا بلا انديتا نبراتو انجيل واتوات ولكنكم فتنتم أنفسكم نقرقن نفسو اتشاتهن فتناتو راساتو وتربصتم بمؤمنانم لاي مكران تتبابكاتو وارتبتم تتراتراتهم وغرتكم الأماني من يوتوشاتهم أتاللواتهم حتى جاء أمر الله يا الله نقر مالتم وساني وسكمت أدرس وغركم بالله الغرور بأللهم أتالايو أتاللواتهم. فاليوم لا يؤخذ منكم ذلك أن أنت أيو والسدم
فدية بيزا ولا من الذين كفروا كنزام بقلت ككادوت عند الجهاي والسد مأواكم النار متأجاتشوف ومنورياتشوف ساتنات هي مولاكم ارسال النانت بكينات ويم تمت آتاينات وبئس المصير من إن يكفانا ويلا እነዚህ አንቀጾች ካለፉት አንቀጾች ጋር ተያያዥ ናቸው። ባለፈው አንቀጽ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደነ ያለን من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ማን ነው ለአላህ መልካም ብድርን የሚያበድር فيضاعفه له الله تفدر بارغو يكفلو ዘንድ وله اجر كريم درسوم يتكبر من داين ورو ዘንድ አለ መቸነው ያ يتكبر من دانا اتف درب يهونو اجر يمي نورو يمي لونو انزي يزاري وطو انقصو تشملسو يوم ترى المؤمنين والمؤمنات مؤمنان النا مؤمنات متايبت كأنو ياكت في عرصات القيامة بكياما الدبابا إلي اندي يسراو تشاتشو نور تسطواتشو نورو كفيت لفيتاتشو يروطان مالتم منقر ياساي ياتشوان يا قيامات اللي ما وسط قبتو ندا يدنابرو يمي مراتشو نورا اللي مالت يسعى نورهم بين أيديهم قال ابن مسعود على قدر أعمالهم يمرون على الصراط اندي يسراو اتشاتشو نو بصراط لاي يمي الشاقرو منهم من نوره مثل الجبل كنسو محكل تراران يمياهل برهان يميستد آله ولل بلولت منهم ساي الشقر يميشقر ومالته ومنهم من نوره مثل النخلة يتمر زاف يمتاهل نور يميستد آله ومنهم من نوره مثل الرجل القائم عندك قوم عند سو يهون نور ميستد آله ومنهم من نوره في إبهامه نوره بأوراد آتو لا يهونا مالا يتقد مرة ويطفأ أخرى عندان دي آبرا للاقزي متفاد هي برا يطفانا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبينا وصنعاء كما منا مهكل نورو كمدينة انسطو اسكيمن يا ادن كتمانا يا صنعاء كتما درس يميا برال فدون ذلك حتى ان من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه فبروتو ميعرفو بتم بوتا بتا مياساينا ميابرا نور يالو ما عندال انجلي هي يا ايمان انا يا تقوى بلطاو يا متاو وطيتنا المهم مؤمنوش سكهونو درس نور آياتهم انداك ماتشو تفيت لفيتاتشو منقدي ياساية يابرالاتشو يقوازو تال مالك وعن مجاهد عن جنادة بن أمية قال إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم الله زند تتفعل تمزقبات تهان بسمو اتشاتشو بملياو اتشاتشو بقيت اتشاتشونا يتمسات تراتشو مسترو اتشم اندهم يتقمتاتشو مجلسو اتشو دنيا لاي يتعفان كذا فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك يا فلان لا نور لك اذن يا كامله انت قله هو يهو انت برهان عنده دم قله هو انت نور يلهن يبال الله يمي غرمه الله سبحانه وتعالى منافقوچن لفتناچو لنسوم يهونه چبو يلكسلاچو كعرصات القيامه ودى جنة ودى جهنم لما الشقاقر بصراط لاينو يمي التالفو صراط مالت دلدينو منقدنو قل بتقام كتن كشراية كتن كسيف يتسالة
በቂ የሆነ መንገድ ነው። የተዘረጋው ደግሞ በጀሃነም ላይ ነው። ያንኑ እንደ ሜዳ የሚሻገሩት ሙእሚኖች አሉ። ምንም ሳይቸገሩ ፍጥነታቸው እንደ መብረቅም ይሆናል። በሳሂህ ሙስሊም እንደመጣው فمنهم من يمر كالبرق الخاطف اندبلجتا كذا بوحالا فمخدوش الناجن فناجن مسلم قصاص لهم مدن على اندو بسلام يعمل ام على ومكردس في النار ساتوس تمد فام على كدار ققران ناكك ان يالو يجهنم كان طفا الفو ودسات يميام زغزغو مال كمن نشاتو سين نسوغن لمنافق وچمچمر الله برهان يلقص اللاتوال ሊሳለቅባቸው ማለት ነው። አሁንም ማለፍናት ይያሉ ዛሬ ሚዕራፋተል ቂያማን ጭንቀት አለፍናት ይሄው ኑር ተሰጠለኛም ይያሉ እየሄዱ ይያለ መሐል መንገድ ላይ የነሱ ኑር ይጣ የነሱ ኑር መጥፋቱን ያዩት ሙእሚኖች ይደነግጡና ربنا اتمم لنا نورنا واغفر اتمم لنا نورنا አሟላለን ይያሉ ይለምናሉ። ሙናፊቆች ግን ከሙእሚኖች ይጠይቃሉ انظرونا نقتبس من نوركم استقوم بلونا تتبابكون ايو النسدين تفتاب بن شبواتشن كان انتقا شبو بن لكوس فكادا نيانا تهوي بلو استيقواتشو ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا استي ودو حالا تملسونا برهان فلقونجي ان يانقوا لنا انت من نادلقو يلنن يلو اتوالا ودو حالا مالت በዱንያ ህይወት መንበለስ ከተሳካላችሁ ሞክሩ። ይሄ ኑር ተቀጣጥለው እዚህ ሳይሆን ዱንያ ላይ በኢማን በደከምን ጊዜ ነው ይሏቸዋል ማለት ነው። ይሄ ለመሳለቅ ነው እንጂ ወደ ዱንያ መንበለስ እንደማይሳካ ይታወቃል። ሱረቱል በቀራ ላይ ምንድነው ያለው? الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اللهም ይሳለቅባቸዋል ይላል። ያ ነው መሳለቅ የሚባለው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሙእሚኖች ሰውነታቸውም ላይ የሚደረግ ኑር አለ። ውዱ የሚያደርጉ የሰውነት አካላት የዛለት ኑር ይሆናል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ان امتي يبعثون يوم القيامه غرا محجلين يعني امتي የቂያማ ማለት ቦቃ ማለት ፊታቸው ብርሃን ያለው ነጭ የሆነና አሻል ወይ ደሞ እጅና እግሮቻቸው ኑር ያላቸው ሆኖ ይመጣሉ። ምን አثر الوضوء ይሄ የውዱ አثر ነው። የሱ ቅሪት የሱ ምልክት ነው። ውዱ አድራጊዎችና ዘጋጆች መሆናቸውን ለማረጋገጥ ይላል። ወሮ ابن ابي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير انه سمع ابا الدرداء وابا ذر يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اول من يؤذن له يوم القيامه بالسجود የቂያማ ማለት የመጀመሪያ ስጁድ ለማድረግ የሚፈቀድለት ሰው እኔ ነኝ። واول من يؤذن له برفع راسه راسን ቀና እንዳደርግም እንዲያደርግም ከሚፈቀድላቸው የመጀመሪያው እኔ ነኝ። فانظر بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ففيت لفيتي ያለሁኝ ወደ ኋላም ዞሪያ ያለው ወደ ቀኝም ወደ ግራም ያለው فاعرف امتي من بين الامم ينين امه كليله كل امه بتلي ملكو ليتعوقاتوا الله اذا كل سبسب وسط ينين امه ابال يهونن اوقوا الله فقال له رجل يا نبي الله كيف تعرف امتك من بين الامم انديت نورسو يرسون امه كامته محكل يمتعوقوا سلواتو ما بين نوح الى امتك كنوح انستوس كانت امه درس انت شيوچ ናቸው አንቢያዎች እንኳን አሉ 124000 ነብይ ነው ያለው። قال اعرفهم اوقاتهم الله محجلون من اثر الوجود محجل ማለት የፊቱ መልክ ከሌላው ሰውነት የተለየ ያለው ሲሆን عفوا محجل ማለት የግሮችና የእጆች ولا يكون لاحد من الامم غيره واعرفهم يؤتون كتبهم بايمانهم ታቦቻቸውን ደሞ በእጃቸው በቀኝ እጃቸው ይሰጣሉ። واعرفهم بسيماهم በመልክታቸውም አውቃቸዋለሁ في وجوههم واعرفهم بنور يسعى بين ايديهم ፊትለፊታቸው በሚሄደው ኑራቸውም አውቃለሁ። وبايمانهم ማለት
قال الضحاك أي وبأيمانهم كتبهم بكن يجو تشاتشو يسرى مزقبو تشاتشو تسطوا نوت بكن ينو مسطو. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا اندالو بشراكم إبالال دستي بلاتشو انكوان دستالاتشو اندمال بشرا مالك دستا بسرات مالك زاري ينانت مدسچا جنات تجري من تحتها الأنهار بسروچوا جرتوچ من فسبات جنت نات ينان طيبا خالدين فيها ماكثين فيها ابدا لزلالا بالصوص مواريو تشتهونو ذلك الفوز العظيم تلك سكيت مالت يعني عند سو يتساكلت نو ميبالو كجهنم دنو جنت لمغبات يبقى غزي بتا كذا ودي ياله سكيت بمولو እዚህ ጋር ይባላል ዘላቂ ያልሆነ ነገር ስለሆነ ማለት የሙእሚኖችን በዚህ መልኩ ከተናገረ በኋላ يوم يقول المنافقون والمنافقات منافقاننا منافقاتን በሚሉ ጊዜ انظرونا انتظرونا ايها المؤمنون እናንተ ሙእሚኖች ሆይ እስቲ ቆም ብላችሁ ተጠባበቁን نقتبس من نوركم እናንተ ብርሃን ችቦ እንለኩስ እኛ ብርሃናችን ከስሞብናልና ይሏቸዋል። ቂል ارجعوا وراءكم ወደኋላ ተመለሱ ይሏቸዋል። ወደኋላ ተመለሱ ሲባል ቅድም ወደ ተነሳንበትና ቱቦ ወደ ተለቆሰበት ቦታ ተመለሱና መልሳችሁ አቀጣጥሉ ማለት ነው። ظاهሩ ሲታይ ይሄ ማይሳካም መመለስ አይችሉም የጀሃነም መትን ላይ ጀርባዋ ላይ ነው ያለው ስራብ ከላይ ከሆነ ስለሆነ የተዘረጋው ወደ ታች ነው ዘግዘግ ነው ያለባት ወይ ወደ ኋላ ወደ ዱንያ ህይወታችሁ ተመለሱና እንደኛው አማኝ ሆናችሁ በጎ ስራ ሰርታችሁ ለዚህ ኑርና ለዚህ ደረጃ መብቃት የሚሳካላችሁ ከሆነ ሞክሩ ይሏቸዋል ይሄም በፍጹም የማይሳካ وما هم منها بمخرجين الله سبحانه وتعالى فلذي هي استهزاء نو مالك يخادعون الله وهو خادعهم الله لما تعالى يمكرالو الله راسه خداع يا درغاچوال مالك مندنو ينسون عطالاينت واغا يكفلاچوال تمطاطان يونه مالك قيل فيرجعون الى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا ወደዛ ብርሃን ተከፋፈለበት ቦታ ይሄዳሉ ምንም አያገኙም የሚልም አባባል አለ فينصرفون اليهم ከዛ ወደ ሙእሚኖች መጣሉ እዛ ሄደን አጣን እኮ ይላል ይያሏቸው ይያለ ግርዶት ይጣላል فضرب بينهم بسور ومحكلاቸው ግርዶት ተጣለ باطنه فيه الرحمه وسطو ሙእሚኖች ወዳሉበት አቅጣጫ ያለው ረህመት ነው ያለው ከዛ ወደ ጀነት ይሄዱ ነው ያለው وظاهره ውጭ ደግሞ በሙናፊቆች በኩል ያለው من قبله العذاب قطعت يمي متاو راسو كسو اقطاچا نو بلا نياذا بالله من ذلك ينادونهم منافقانو مؤمنوچن يطرواچوال انانت يኛ ጓደኞች ሆይ بدنيا لاي سنت نغر عبرن اسالفنا لخير سراون بيهون عبرن نبر يالنو يلال منافقوچ انگدي ياو تمساسلو سلمينورو اللهم يما ياوقاچو مؤمنوچم لياوقاچو يما يتلو سلميمسلاچو اهونم يلمدوتن وشت يقتلالو عبرن نبر يلال الم نكن معكم اما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجماعات والجمعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات كنانت غارا جمعان سجد نبر جمعا من نستاتف نبر عرفات دبابايم لا انانت غا قمنال زمچاوچم لا يتساتفنال انيا من غودلون تنفقن ارا طبقون الناسي يزاچون هدو برهانم كنانتو አቀጣጥሩልን ይሏቸዋል
يعني ألم نكن معكم عبرنا النبر نمسلو قالوا بلى يا المؤمن هو عندنا عبر من وراءنا ما إياك إلهم أيتنا تهال أيتنا تهنا أو كنا تهال أو كنا عبر النبر نجر جن لجنته እናንተ በእኛ ላይ መከራ ተጠብቁ ነበር እኛ እናኞች ጋራ ተመሳስለን መኖርው ለጊዜው ስለምንፈራ ተመሳስሎ መኖር ስላለብን ነው ለጥበባችን ነው አላችሁ እንጂ አምናችሁበት አይደለም ማስቆጭ እንደዛ ሙኖች አሸናፊ መሆናቸውን ካዩ ምላሳቸውን አለስልሰው ማሻ አላህ አላህ ዲኑን ነሰረ ለዚህ አበቃን እንደው ጥረታችን አልወደቀም ብለው ኸይረኛ መስለው ከተፈላ ምክንያቱም ለሙእሚኖች ጋር ነው ያሉት በአካል ማለት ነው ካፊሮች ደግሞ ድል የቀናቸው ጊዜ አይ እኛ እኮ ከናንተ ጋር ነን ታውቁን የለ ምስጥራችን ከናንተ ጋር ነው እዚህ ሙእሚኖች ጋር ሆነን ብታዩንም ለናንተው የሙእሚኖችን ሁኔታ ለማስረዳት በቅርብ ለመታዘብ ብለን ነው ይላል مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء በዚህ ማከል ወላዋዮች ዋላዮች ሆነው ይኖራሉ ወይ ወደነዚህ አልተቀላቀሉ በትክክል አላመኑ ወይ ደግሞ በካፊሮች በኩል ጥልቅ ብለው ድፍረት ስለሌላቸው እኮ ካፊር የሆነ ሰው እኮ ጀግና ነው የተሳሳተ አላማ ላይ ቢሆን ላመነበት ነገር እየኖረ እነዚህኞቹ ግን የሚያምኑት ልባቸው ያለው እዛ አካላቸው ያለው እዚህ አለም ነኩም ማዕኩም ይላሉ እዛም ደግሞ መልክ ያማ አብሮ እንዳል ሆኖ رب العالمين ይያወቀ ማለት اللهم سلمنا من باب النفاق فكذا مؤمنون من الله تعالى بلا او نبراتوا عبراتوا ولكنكم فتنتم انفسكم نفساتكم فتناتكم باللذات والمعاصي والشهوات بدون نقاطة بمستعدد وجلن بمسرات سميتن بمكتل كفرن بمودد ايمانن بمطلات راساتكم فتناتكم لباتكم ككافروش غار بمون وتربصتم تربصتم مالت كفاروش للمؤمنوش من دون الدر نتربص بكم الدوائر انت كان هذا قائمة طالب لنم فرعلا بلت أتي أسفل لقال فكافروش قارام قوم قوم من لو من ألبات مقوان يونا شقر مطور نصوى الشنافي وش قوانو يزيال لتي النصو زند الجند نورن ولتان نورن بلنو هذا هو الشيء ببلت أسماع الخير نو يلال لين أنه ذكاء أرقوم نا فمؤمنوش لا يعدى قانس لم يتبقون عليهم دائرة السوء على الله سبحانه وتعالى وإن تربصتم مالت أخرتم التوبة توبة نازقيات فلباتوا لالله مقباتم زاري فهم دوم يواتهم كونه إلا قد تلون أبا وارتبتم تتراتراتهم نودموا بالبعث والجزاء فموتوا بها لما نساتنا جزاء اندالت رتاريث لنبر أباتهم وغرتكم الأماني من يوتدقموا أتال للتاتها ምን ይያሉ ይመኙ ነበር ታይወፈሩ ለና አላህ ይምረናል ጀነትን ለማን ያረጋዋል ምን ያጋጥማል አላህ ጀነትን ያስገባው ወልይ አጥቶ አንተ ምንም ሳትሰራ ንይገባ ስለጠፋ ብቻ ትገባለህ كلا غرتكم الاماني حتى جاء امر الله يا الله وساني اسكم ميمت ادرس بمنوت فرس تفنطزو نبر برجمو ستمنيو عجل جن يمنوتاچون يحل سايرز مقرنا قبا درلاچ موتاچ كذا بوحالا نو قنتون ياوقاتو وغركم بالله با اللهم اتعللاچو الغرور اتعلايو شيطان الله እንደዚህ ምምሮቹ እንደሚሉ ተካኝ አይደለም አይዟችሁ እያለ ሲያታልላችሁ ነበር እሱን ተከተላችሁትና የአላህን አንቢያዎች አስተባበላችሁ ለዚህ ነው እኛ ጋር ብትሆኑም ይሄን ደረጃ ሳታገኙ የቀራችሁት ይሏቸዋል ማለት قال مجاهد كان المنافقون مع المؤمنين احياء منافقان ከሙእሚኖች ጋር ነበሩ በህይወት እያሉ ዩናኪሁነሁም ويغشونهم ويعاشرونهم يقابوا التوال يتلاقوا له كنسوا عبروا من ورالو جبايا يالو وكانوا معهم امواتا سيموتون مبرواچون يملك عند مؤمن جنازه وتعطبوا تكفنوا تسجدوا بس نو يكبروا مستمن يا قوال رب العالمين بس
ويعطون النور جميعا يوم القيامة يكي أمالتهم دمو نور يستطعتوا ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور آتروا آتاقب سيدر سوكين يا منافقو نور يكسمع ويماز بينهم حينئذ يتجالت بمؤمن وتمهكل بمؤمن وتناب الناس مهكل جل يالله فجاوالا ودى جهنم كتم زغز زغوبو حالا انت جنا يتعيق اللورت برسات ما سلككم في سقر نديدو اساسو من دنو يدنك راتو من نو زيقباتو يبابالات انت قاتلو صوت مثل نبرا انت متاهن دي يبابالات قالوا لم نكو من المصلين تساقاجو چال نبرا نميلات لظاهرو كو قم بس قنابلوات جن كالباتين اللهم فرتن على سجدنا نماس مثلنا البراء ولم نكن نطعم المسكين دهم منا بلا ما نبرنا وكنا نخوض مع الخائضين كزبارك وشغار سن زبارك منبر يهنا ولذي هذا الرسن الى هذا هذي لملاكك من بنارك الشالال بلو ملا لممتاز بيستبم يما يستعقل فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. زاري بزاري ولد كنان تلاي بيزا أيو وسدي. بيزا مالت كفلو يمي الله كقبت. بل الأبابال غبو ستو ملاكا كي اللهم مالت. كمنافقوش. ولا من الذين كفروا. بقلت ككادو تمسوش. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل من أحد. አንዳቸው መሬትን የሞላ ወርቅ ይዞ ቢመጣና ከቂያማ ቀጣት ለመገላገል በዛ ልክፈል ቢል አላህ አይቀበለው ለነገሩ እንኳን መሬትን የሞላ ቆርጦ ራሱ ልብስ እንኳን የሌለው ራቁቱን ነው የሚመጣ ምንም የላቸው ቢኖርም ዛሬ እንደሚሳሱት አይደለም ሁሉንም ሰተን እንላቀቅ ነው ቢል ግን የሚሳካ ነገር አይደለም ማለት مأواكم النار مصيركم ومنقلبكم مما لشاتشو مقبياتشو ساتنات هي مولاكم هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم فهلن بوتاهلو لننت سمتعتان تسمامي لكهدتاتشونا لترطارياتشو يمتمتن منوريا جهنم ناتلا شرق وبئس المصير من إنيا يكفى مما لشانو لنصير تزاقات جويلة أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم القرب من ان تخشع قلوبهم لذكر الله لبونا وتشاچو الله لموساتو مدنغت القرب موي گزو ليفرو الدرسو موي وما نزل من الحق لوردهم اونتا ولا يكونوا لعلمهم كالذين اوتوا الكتاب من قبل أدم سيل كتاب عند تسطوت سووت فطال عليهم الأمد
ጊዜም እንደተራዘመባቸውና ፈቀሰት ቁሉብሁም ቀልቦቻቸው እንደደረቁት ላለመሆን ምን እየጠበቁ ነው? ወከሲሩ ምንሁም ከነሱ አብዛኛዎቹ ፋሲቁን አመፀኞች ናቸው። اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها አላህ ሙታንን ምድርን ከሞተች በኋላ ሕያው እንደሚያደርጋት እወቁ። قد بينا لكم الآيات ተአምራቶቻችንን ለእናንተ አብራርተናል ወይም አንቀጾቻችንን ለዓለኩም ተዕቂሉን ትረዱ ዘንድ ይከጀላልና እነል ሙሰድቂነ ወል ሙሰድቃት መጽዋች ወንዶችና መጽዋች ሴቶች ወአቅረዱ ላህ ቀርደን ሐሰና ለአላህም መልካም ብድርን ያበደሩ ዩባዓፉ ለሁም እጥፍ ድርግ ይደረግላቸዋል ወለሁም አጅሩን ከሪም ለነሱም ክቡር ምንዳ አላቸው። ወለዚነ አመኑ ቢላህ ወሩሱሊህ እነዚያ በአላህና በመልእክተኞቹ ያመኑ ኡላኢከ ሁሙ ሲዲቁን እነዚያ እነሱ ናቸው ጻድቃኖች። ወሽሁዳኡ ዒንደ ረቢህም ለሁም አጅሩሁም ሰማዕታት ደግሞ ጌታቸው ዘንድ ለነሱ ምንዳቸው አላቸው። ወኑሩሁም ብርሃናቸውም እንደዚሁ። والذين كفروا وكذبوا بآياتنا النزيا يكادونا ب أنا قلت وشاتنم يستباب بلوت دقمو أولئك لهم أصحاب الجحيم النزيا للنسو نديد ساتة أولئك النزيا للنسو نديد ساتة زكايت والله تعالى أولئك هم أصحاب الجحيم لنديد ساتة على بيتنا تعالى አላሁ ዐዘ ወጀል ሙእሚኖችን ነው እየወቀሰ ያለው። አማኞች ነን ካሉ በኋላ የቁርአንን ግሳጼዎች በሚሰሙ ጊዜና የአላህ ኃያልነት ባህሪያቶቹ ለወዳጆቹ ያዘጋጃቸው ሽልማቶችና ለጠላቶቹ ያዘጋጃቸው ቅጣቶች ሲወሱና ሲዘከሩ ልባቸው ደንገጥ የማይለው ምን እየጠበቁ ነው? አሁንም አልደረሰም ወይ? አለም ያኒ አልደረሰም ወይም አልቀረበም ወይ? للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن الله سوّدس ግሳጼ ሲደረግ ቁርአን ሲሰማ ለመረዳት ለመታዘዝና ልባቸውም ደንገጥ ብሎ ለመፍራት አልደረሰም ወይ? روى ابن المبارك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان الله استبطأ قلوب المهاجرين የሙሃጅሮችን ቀልብ ዘገያችሁ ብሎ الله سبحانه وتعالى ወቀሳቸው። فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن قرآن كوردة ب13ኛ ዓመት ነው የወቀሳቸው ይላል። وقال ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله رواه ابن أبي حاتم. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين እስልምናን በመቀበላችንና አላህ እኛን በዚች አንቀጽ ከመውቀሱ መካከል 4 ዓመት ብቻ ነበር ያለው። አብዱላህ ብን መስዑድ ምን አዋኢል መን አስለም መጀመሪያ አካባቢ ተሰለሙ ሰዎች እና አላህ ስብሐነ ወተዓላ ምን አለ አለም የእኒ አልደረሰም ይህ ቁርአን ጠዋት ማታ እየሰማችሁ ነው መታ ተሊም ልቁሉብ መቼ ነው ቀልባችሁ የሚለሰልሰው መቼ ነው አላህን የምትፈሩት መቼ ነው ለቁርአን ግሳጼ ተገዥዎች የምትሆኑት? وقد روي ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا مله يا الله ملكተኛ ባልደረቦች አንድ ወቅት ላይ መሰላቸት ተሰማቸውና فقالوا حدثنا يا رسول الله
አንዳንድ ቂሳዎች ቢነግሩን ጥሩ ነው የሚያነቃቃን። قال فأنزل الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص إنيا بأنت لا ينترك علن كترك أو تولو اجقون يا مارون يميلو آية ورد ينبي الله يوسف كسام علن ثم ملوا ملة كذام للا قزيد أقمون جزه مستلاتت سماتو فقالوا حدثنا يا رسول الله ينقروا نستلموا عندنا قصص. قال الله فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الله كان يقرأ كله بتأمه بهون أن يقرأ ورد كما ساسا يهون كتابا تسوى القرآن عنهم كما لسوا مالهم ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله هل درس مويلا መሰላቸ የተሰማው ወደ ቁርአን ይመለሳል። ኢማኑ የደከመ ኢማኑን ለማጠናከር ወደ ቁርአን፣ ቂሳ የፈለገ ወደ ቁርአን፣ ጥበብ የፈለገ ወደ ቁርአን፣ ማንኛውም ነገር ቁርአን ውስጥ ይገኛል። ከቁርአን ጋራ ጠንካራ ትስስር ያለው ሰው ሁል ጊዜም መንፈሱ እንደታደሰ ይኖራል። ይሄ ነው ይሄ ቂሳና ይሄ ሪዋያ የሚያመለክተው ማለት ነው። خشوع ميبالو نغر دغمو بلبست يميادر اللهن يمفرات سميت بسونت لاي ملكتوچو يتايال تويو تنغغرو قطب مهون تهتنا تامانينت بملكام سنمغبار يجلصان واننياو گن ازي قلبوست يميارف ريستر خشوع ميبالو ስለዚህ ቀታዳ የጠቀሱት አንድ አثر አለ قال ذكر لنا ان شداد بن اوس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يرفع من الناس الخشوع የመጀመሪያ ከሰዎች መካከል የሚመዘዘው የሚነሳው خشوع ነው አለ خشوع ጠፋና ዝም ብሎ ብቻ ተፈቶ ሆነ خشوع የሌላቸውን ሰዎች ከአህለ الكتاب ጋር አመሳሰላቸው። አህለ الكتاب ችግራቸው የውቀት ጥረት አይደለም። ዛሬም ቢሆን እውነትን ለማወቅ ብዙ አይቸገሩ። ለእውነት ተገዢ መሆን ግን የተራራ ያህል ይርቅባቸዋል። فلا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب እንደነዚያ መጽሐፍ እንደተሰጡ ሰዎች ላለመሆኑን ይጠብቃሉ። እነሱ ምን አደረጉ? ኪታብ ተሰጡ። ኪታቡን አነበቡ ተረዱት። ግን ውለው ባደሩ ቁጥር ከኪታቡ ይራቁ መጡ። فطال عليهم الامد ጊዜው ረዘመባቸው። መጀመሪያ ቁርአኑን መስማት ሲጀምር አንድ ሰው ቀልቡ በደንብ እንደሌለና ውሎ ሲያድርግን እንደ ተራ ነገር እየቆጠረው መምጣት ማለት ነው። والعياذ بالله من ذلك فطال عليهم الامد فقست قلوبهم قلبوتاتهم درقوا قال ابن كثير نهى الله المؤمنين ان يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى الله مؤمنوج استنكك كلكل انذيان كتاب يتشكموتن يهودانا نصاراوتن انداتمسلو يميل ما استنكك يا نو لما تطاول عليهم الامد غزيو سيرزمباتو غزي ህግጋቱንም እኛው ለምን አናሻሽለውም ብለው ጣልቃ ገቡ። ኪታቡን ለነሱ እንደሚሄ እንደሚመች ለማድረግ ሞከሩ። ዛሬ ከሙእሚኖች የሚፈልገው ይሄ ነው። ቁርአኑማ እንዳለው መሆን እኮ አይቻልም። ቀነስ አርጎ ሸረፍ አርጎ ጨመር አርጎ እነሱ በሚፈልጉት ምሩ አስተካክሎ ወይሆነ ሀይ ወጀነር ለሚለው ቁርአኑ ተማማ ሆነ እንድትኖር ይፈልጓታል። እኛ ከስልምናው ጋር ችግር የለም። በየጊዜው የሚባል ነው። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ከሚያምን ሙስሊም ጋር ነው ይላል። ትክክለኛውን ቁርአንና ሱናን የሚከተለው ነው የማይመቸን ማለት አስመስታዩ ችግር ነው። ድሮስ ከሱ ጋር ማምን ችግር አለ። አወል ሙናፊቅ ወሁል ሙንሐሪፍ አምዛዛውና ሙናፊቅ የሚባለውም እኮ እሱ ነው። ምን አለ? لما تطاول عليهم الامد بدلوا كتاب الله يا الله ان كتاب قيروا
الذي بأيديهم بجات ينبرون أهل الكتاب ماله واشتروا به ثمنا قليلا تكيت واغانم شمت لكن نور بتها ماله ونبذوه وراء ظهورهم ودجرباتهم وروه وبدلوا وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة يتقاتلنا يتلايوها السابوتشن ودملك آكم قبو وقلدوا الرجال في دين الله بعد الله دين لا سوتشن تكتلوا قال الله ما لطفنت قال فلان واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من كوساتنا لكاون توتاتون كالله ليلا أمالك تارجو يازو التوات أمالك تناتو بلو على وجو أساو توتاتون أمالك تناتو إلو نجرجن النسو حلال يا رجوتن عند حلال النسو حرام يا رجوتن عند حرام وسدالون جي ودي كتاب وين بلو إيه نو النبي صلى الله عليه وسلم كو عدي بن حاتم يتبالى كريستيان يبرسو متانا لمن أنت قبله قلت إياك يا لين يا لاتي من اللي إياك يسلو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يالك ومسافة استمرار الله والله ما اتخذوهم أربابا من دون الله لك أو أنتوا تشاتون لنا رهبان مالت عابد وشن مالنا ولي يوتي بالوتي النسون كالله ليلة أربابا أرقو يازوات شوي لأل أنت مسافة نعلمو لك أو أنتوا تشاتون مالك تبلن عنا وكما لك إيه إمام الترمذي يذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا أحلوا لكم الحرام استحللتموه وإذا حرموا عليكم الحلال استحللتموها بمتحفات حرام ينبرون لك أو أنتو تشفقدوا بكا فتوى قنشا لو يالاتو حلال تاركو تال نبرا بمتحفو تكلكلو ينبرون نمو أنت تشفقدوا تكبلا لاتو يتفقدون سيكلكلون تكلكلوا على نبرا أو يسال لا فتلك عبادتهم إياهم عزيز الناس مملك ما لا تيهن وانا جناتهم يتشريع ما بتسطوا عشان تشريع يا الله حقنا تباري وجوه قماوطات يا الله ما بتنا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعذن به الله الله يا الفكدون يدنا قبلاته شركاء وتعلوه إيلا إيه نو فتعباته ما لا فقست قلوبهم إيهن سيادر قوكزيك ألباته دردك وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعه وكثير منهم بزوة تاتو دقمو مجمع لهم فاسق وشمع اندو بهايمانوت شفان ينكساك سنة يهايمانوت جنتن قطتا ينصبار كنجي فاسق وشمع خارجون عن طاعة الله وقال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم قال كلا ناتشون بما فرساتشون سبب رقم ناتشون وجعلنا قلوبهم قاسية قلبو تشاتشون يدرقوا على المجد يحرفون الكلمة عن مواضعه نققروا تشون كبو تشاتشون عفال لسالو الله يتناقروا انتطول إلى نقر ياسقبالو وين ترقمون يا التمازي ذالي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لاي القرآن اللي ما التمازي أي ساكا الله قرآن يمتبقون هلافنة لراسه صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون قن ترقموا بما تمازز يتساسات ملك تنبينورو لما درق يمي مكرو منافق مهران بيجي زي مهران عياذا بالله من شره ونسوا حظا مما ذكروا به الله كاس جنزبات تونا كتقستوا بثنقر درشاتهم رسوا أي فسدت قلوبهم فقصت الباتشو تبلاشتو درك وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه باهرياتهم من هنا يدقروتهم كبوتاتهم على التمازل قال هنا ترقوم مستك وتركوا الأعمال التي أمروا بها يتعز زبة النجر دمو أرقف مرقو تولي اعلموا
أنما الحياة اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. أوقوا الله مدرنون كموتش بوهالا هياو يادر قاتال. إيه لمن دمي متاو قلبوچم كدرقوا بوهالا ملسوا ليرطبوا يچلان ተስፋ ቆርጣችሁ አንድ የሆኑ ተበላሽተናል ብላችሁ በጠማማው አትቀጥሉ። ይቅር በለን ቀልባችንንም ወደ በጎው መልሰን ብላችሁ አላህን ለምን። فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتها. ቀልቦችን ከደረቁ በኋላ ሊያለዝባቸው ይችላል። ويهدي الحيارى بعد ضلتها. أماماوچنم كتدنابرو بوحالا لمراچو يچلا ويفرج الكروب بعد شدتها سنقوچنم كتنمو بوحالا الله مغلاغل يچلال مدرن كدرقت بوحالا ارتب اندمي ارغاتنا عفر ينبرچون ارنگواده شفان اندمي شفنات كله فكما يحيي الارض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان يدركت يموتج ينبرت المريت بمين باب باو زناب ملسو دميان كسات كسات هلو كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن وقرآن ما ترجعوت يدركو قلبوچن لمرا يتلا تقاق مو قرآن ما انببون قلي لذيه تكمال مالن يعني يدركون يصبرنا يالا سلسوات سبحان الله قد بينا لكم الآيات تأمرات وچاچنن انيا عبرار تنلاتشوهاي لعلكم تعقلون الرد زندك الجلال للنعال كذام قلبن ميارت بو نگر وچن اقاقم خير مسرات بناتم ايمان ميبالو نگر ተክሉ በልቦና ውስጥ ከበቀለ በኋላ እንክብካቤ ካላገኘ ሊከሳ ይችላል፣ ሊጠወልግ ይችላል፣ ሊደርቅም ይችላል። ስራ ስሩ ሳይደርቅ ከደረሰበትና ድጋሚ እንክብካቤ ካደረገው ስሯ የጠለቀ ጫፏ የዘለቀ ዛፍ ልትሆን ትችላል። ወመሰሉ ከሊመቱን ጠይበ ከሸጀረቱን ጠይበ አስሉሃ ሳቢቱን ወፈርዑሃ ቢሰማ ቱእቲ ኡኩለሃ ኩለ ሒን ቢኢዝኒ ረቢሃ ያ ስለሆነ ለዚህ የሚረዱ ነገሮችን ነው አሁን እየጠቆመ ያለው። እነል ሙሰድቂና ወል ሙሰድቃት እነዚያ ወንድ መጽዋቾችና ሴት መጽዋቾች ሰደቃ ሰጪዎች ለችግረኞች የሚረዱ የሆኑ ሰዎች ወአቅረዱ ላህ ቀርበን ሐሰነን ለአላህም መልካም ብድር ያበድሩ ልክ እንደ ብድር እንደ አደራ ይቻንተ ጋር ትቀመጥልኝ ለክፉ ቀን ትሆነኛለች ብለው አላህ ዘንድ ያስቀመጡ ማለት ነው። ላ ዩሪዱነ ቢሂ ጀዛአ ወላ ሹኩራ ከደሃው ምስጋናም ሆነ ውለታ የሚመለስ ውለታ የማይጠብቁ ሆነው ለአላህ የሚሰጡ ሰዎች እነሱ እንዳሰቡት ራሷ አይደለች የምትመለሰው። ይባዓፉ ለሁ የተፍድር ሆኖ ተደራር ሆኖ የሚመጣ አልሐሰነቱ ቢዐሽሪ አምሳሊሃ በጎ ነገር በአንድ አስር ትባዛለች። ወየዝዳዱ ዐላ ዛሊከ ኢላ 700 ድር እስከ 700 እጥፍ ድረስ ከዚያም በላይ ወለሁም አጅሩን ከሪም ትልቅ ምንዳ የተከበረ ምንዳም አላቸው ይላል። ይህን በመስራታቸው የተነሳ ቀልብ እየለሰለሰ ይሄ የሚገርም ነገር ኸይር የሰራህ ጊዜ የሚሰማህ ደስታ ራሱ አሁን እዚህ ዱንያ ላይ የተለየ ነው አይደል? ያኮ የቀልብ ላይ ያለው አثر እኮ አንድ ቀን አንድ ችግረኛ ይረዳህ ጊዜ ሱብሃንአላህ ልዩ የሆነ እንሽራህ ይሰማሃል። ኸይር እየጨመርክ በሄድክ ቁጥር እንደዛ ነው ማለት። ከዛሊከ ማዕሲያ የሰራህ ጊዜ ደግሞ ቀልብ እየጠበበ ነው ማለት። አሸናፊ ሆንክ ይመስልሃል የሆነ ወይ ደብድበ ወይ ቀምጠ ወይ የሆነ ነገር አድርገህ ስትመጣ በአንድ በኩል ትዕቢት ይሰማሃል፣ በሌላ በኩል ግን ህሊናህ ጋራ ጭቅጭቅ ውስጥ ነው ያለው። አንተ ካንተ ጋር ተጣላለህ ማለት በገዛ ስራ አፍያ ያሳጣሃል። ያ ነገር ኸይር ስራ ሰርቶ የሚጸጸት አቅለኛ የለም የሚደሰት ካልሆነ በስተቀር።
والذين آمنوا بالله ورسوله إن زاب الله الناب ملكتن يأمنوا أولئك هم الصديقون. صديق مالت كثير الصدق مالت بتأمل تن يأهون أمنة منتنو تكبار منتنو حق لا يتمسرط. واشتهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. شهيد وشدقمو شهيد مالت بالله من قال لاي يتسوو مالت ገንዘባቸውንም ጉልበታቸውንም ለግሰው ህይወታቸውንም ጭምር ለአላህ ሰጡ ان الله اشترى የሚለው ውል ውስጥ የገቡት እነዚህ لهم اجرهم የነሱን አንድ አስር አላላችሁም አጅራቸው አላችሁ አለ በጥቅሉ ይሄ ነው ተብሎ አይዘለቅ عند ربهم ونورهم نورም አላችሁ عن عبد الله بن مسعود زج على الصوت تكفل سوت ناجي تلتقف فيها المصدقين إن المصدقين نو المصدقين المصدقين مالت المتصدقين مالت صدقاء سجوت صديق وش دمو لتنيا ناتو كثير التصديق وين دمو كثير الصدق يهون ونتاج شوية بزا وين دمو مع الله ما تككل ميامن صوتنيا وشو شهداء እነኚ ሶስቶቹ ከአንቢያ ቀጥሎ ያሉ የአላህ ወዳጆች ናቸው። قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم يا الله انا لملكتኛው متعزز الله بوغو ከዋለላቸው ሰዎች ጋር ይሆናል من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا انبياء صادقان سماعتاتنا دغاغ يا الله بارياوت بلو اسكمتواتوال مال فتكارانيو والذين كفروا وكذبوا ان ذا يكادونا يستبابلوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم የነዲዱ አሳት ባለቤቶች ናቸው እነዚያ ይላል። ሹሃዳዎችን በተመለከተ የመጡ በጣም በርካታ ሐዲሶች አሉ። አንዱን ብቻ ቢጠቀስ እዚህ ቦታ ላይ በቂ ይሆናል። وهو ما جاء في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان ارواح الشهداء في حواصل طير خضر يشهدوت روح በአረንጓዴ አዋፍ ማጉርጥ ውስጥ ይሆናሉ። ያንገታቸው ላይ የሚንጠለጠል ነገር ታስራሁ في الجنه حيث شاء جنت ውስጥ ወደ ፈለጉት አቅጣጫ ይፈነጥዛሉ። ዛሬ ነገ መቂያማ ጀነት ከጎቦ በኋላ አይደለም። አሁን اذا انفصلت عن اجسادها كاكال ستنطل ወደዚያ ነው የምትወሰድ على علي ثم تأوي الى تلك القناديل ከዛ ደግሞ ካንድሎች አሉ አርሽ ላይ ተንጠለጠሉ ወደዛ እየገቡ ያርፋሉ። መብረር ሲፈልጉ አዋፎች ይመጡና ወደ ሐዋስላቸው ያስገቧቸዋል። ጀነት ውስጥ ያለውን ወደፊት የሚጠቀሙት ኒዕማቸውን ይሄዱ ይገበኛል። ያንንም በማየት ይደሰታሉ ይረካሉ። ማረፍ ሲፈልጉ ደግሞ ማረፊያ ተቀምጦላቸው ለሩሖች ምንድነው فطلع عليهم ربك الطلاعة ጌታ አንድ ወቅት ላይ ተገለጠና አናገራቸው እነዛን አርዋሆች ማጋቱሪዱና ምን የምትመኙት አላችሁ ብሎ ሲላቸው قالوا نحب ان تردنا الى الدار الدنيا እኛማ ምኞታችንን ከጠየቀን ምን ፈልገው ወደ ዱንያ መመለስና فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا اول مره አሁንም ላንተ ባንተ መንገድ ላይ ታግለን መጀመሪያ ጊዜ እንደተገደልን አሁንም በሸሂድነት መገደል ይፈልጋል። አንድ ሸሂድ ታም ለሶስት ሸሂድ ሞት ይፈልጋል አንዱ ማለት ነው። قال فإني قضيت أنهم إليها لا يرجعون ይሄን እንኳን አልቀበልም ምክንያቱም ወደ ዱንያ ድጋሚ አይመለሱም የሚል ፍርድ አስተላልፋለሁ። የኔ ፍርድ ደግሞ አይቀለበስም ይላል። ከዛ ውጪ ግን የምትፈልጉት ካለ ጠይቁ። لهم أجرهم اي لهم عند ربهم اجر جزيل ونور عظيم تلك من دانات تلك برهان الله تشويلا
اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لدنيا هيوت آوتا مهنوان أوكو ولهون مزناجام مهنوان وزينة ጌጣጌጥ ወይም ብልጭልጭ መሆኗን ወተፋኹሩን በይነኩም በመካከላችሁም መፎካከር መሆኗን ወተካቱሩን ፊል አምዋሊ ወል አውላድ በገንዘብና በልጆች ብዛትም መወዳደር መሆኗን እወቁ። ከመሰሊ ገይፍን ባህሪዋ ልክ እንደ ዝናብ ነው። አዕጀበል ኩፋረ ነባቱሁ ገበሬዎቹን ተክሉ ያስገረማቸው የተደነቁበት ثم يهيج كذام يدبرال فتراه مصفرا يجرط هونو تايوال ثم يكون حطاما كذام دقاقي يهونا وفي الاخره عذاب شديد فاخرا برتو قطات عنده ومغفره من الله ورضوان ከአላህ በኩል የሆነ ምህረትና ውዴታም አለ። ወመ ልሐያቱ ዱንያ ኢላ መታዑ ልጉሩር የዱንያ ህይወት እኮ የመታለያ መገልገያ እንጂ ሌላ አይደለች። ሳቢቁ ኢላ መግፊረት ምን ረቢኩም ከጌታችሁ በኩል ወደ ሆነ እዝነት ተሽቀዳደሙ ወጀነትን ወደ ጀነትን ዓርضሃ ከዓርድ ሰማኢ ወልአርድ ስፋቷ ወይም ወርዷ እንደ ሰማይ ምድር የሰፋች ኡዒደት ሊለዚነ አመኑ ቢላሂ ወሩሱሊ ለእነዚያ በአላህና በመልእክተኞቹ ላመኑት የተዘጋጀች ናት። ዛሊከ ፈድሉላህ ያ የአላህ ችሮታ ነው። ዩእቲህ መን የሻ ለፈለገው ሰው የሚለግሰው ወላሁ ዙል ፈድል ልዓዚም አላህ የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነው ይላል። ዱንያ ናት እንግዲህ ከሃዲያንን አታላ ለአኺራ እንዳይሰሩ ለዱንያ ቅድሚያ እንዲሰጡ ያደረገቻቸው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የዱንያን ምንነት ሊገልጽላቸው ፈለገ። ልብ ብለን እኛም እናጢ ነው ይሄን አንቀጽ እወቁ አለ። ዱንያ ማለት ለህው ነው፣ ለዒብ ነው፣ ጫወታ መዘናጊያ ነው። የኛ የሐያታችን አብዛኛው ክፍል ጫወታ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አታላይ ነገሮች ይበዛሉ፣ የሚታዩ የሚበሉ ሌሎችም። ከዛ በተረፈ ደግሞ ጉራ ነው። እኔ እበልጣለሁ በእውቀቱ ወይ በገንዘቡ ወይ በስልጣኑ ወይ በአካሉ ተፋኹር። ከዚያ በኋላ ደግሞ የሀብት ውድድር የሚያስፈልገውን ያህል አይደለም ሰው ገንዘብን የሚያድነው የሚያፈቅራትን ያህል እንጂ። ወተካፍሩን ፊል አምዋሊ ወል አውላድ በገንዘብና በልጅ ብዛት ውድድር። ዘህረቱ ልሐያት ዱንያ የዱንያ አበባ
አሸብራቂ የምታምር ማራኪ ወስዋስ የሆነች ናት። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان الدنيا حلوة خضرة دنيا ستبال آفات انا ارون قوادين آتا تيك امسوات يمتتن سياوات دمو يمتامال وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعمل الله دمو نانتن بسوالاي تكيات تهنو وتكيات تهنو من اندم متسرو يا آيات تهنو هون ترنيانا من ياندي ምን እንደምንሰራ ደግሞ እየታየን حاصل امرها عند اهلها كذلك ይሄ የዱንያ ባለቤቶች ዘንድ የዱንያ ተጨባጭ زين للناس حب الشهوات ለሰዎች ሸሃዋትን መውደድ ተሸላልሞላቸዋል من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحب يتوچني ودال وندو هلا مالنو لجوچ مولدني ودال يتكماچ حبت يفلغال ورق النابر يسلطنو فرسوچ انسساتوچ ارشا اتقالاي يدنيا قوسا قوسوچن ሁሉም ያፈቃ حبو نو يتشلالم دنياي تساطوا فالتزيين اذا في القلوب لان الحب في عالم القلوب تزيين زي وجهي عالم لا سايون قلب وسط نو بقى امرا نو يتخلقچ بسوا استفاس لعب زهنيو كن چاوتا بعالماتين كفتهنيو غنزب يميوطا ولا چاوتا ምንም አይነት ጫወታ በለ ከስፖርት ጫወታዎች አንስቶ ዘፈኖች ሙዚቃዎች ድግሶች ፓርቲዎች ሰም ይማሽ ከፍተኛ በጀት የሚበደበው ለቁም ነገር ሳይሆን ለጫወታ በየጆቻችን ያዝነው ፕሌይ ነው ማለት ነው ሞባይል ነው يعني فكروا አስቡበት ከልጆቻችን ጋር ጫወታ ነው ከባለቤቶቻችን ጋር ጫወታ ነው سنغنى چاوتان استي ني چاوت نو منوات اكبر جزء من حياتنا واللعب ابزاهنياو كهيوتاچن يچاوتاو زرف نو مشفنو كذا مهكل قوم نغروا بتام تنيش لذاوم قوم نغرين يفلغو سوات ناس اندمانم ينفطا لهو الصا لهو مالت دمو متحلل مالو مزناغات ما كاخرام ميزناغا كقوم نغر مياتالل تكافر بهولت نغر نو يگلصو بغنزبنا بلج بزر مالن بغنزب يمان مسلكو ينغلين نغلي بلو يزمدوچون حبت تمر يقطع እኛ ዱንያ ካብረን አንካብር ሀብታሞች ነን ያለፉት ሰዎች ሀብት አንተ ምንም አይጠቅም አንዱም አልደረሰ ግን ዝናውን ትረካበታል እና ካብረን አንካብር ያለው ባላባት ነው በነበረ ነገራችን ድሮ አባቴ ለለይ ነው ሪማ አልሃኩሙ ተካሱር hatta zurtumul maqabir ይሄ ተካሱር አታለላችሁ መቃብር እስከምትዘዩ አረቦች ምን እንደነበር ያደረጉት ሚና ፉላን ሚና ፉላን ሚና ፉላን ገሌ ጀግና ከኛ ነው ጀግናው ከኛ አዋቂው ከኛ ነው ገሌ ከኛ ነው አሉና ያሉትን ሲጨርሱ አራ የሞቱም አሉ መቃብር እንሂድ ብለው ለፉከራ ወደ ቀብር ዝየራ ሄዷል እስቲ በአላህ እንደው ያንተ አያት እና ቅድም አያት የፈለጉ hatta የዲን ኸይረኛ ቢሆኑ የነሱ ዲን አንተ ወርሳዋ በነሱ ስራ አንተ ጀነት ትገባለህ ماذا ينفعك ان تفخر به اذا افتخرت باباء ذوي شرف فقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا عربنا شاعر كبر يالاتشو اياتوچين متفكرباتشو كونه او لك نو نكن نو بس فكرال قل لي جال وطالاتشو مال تو مالت اباتي اندي نبر ميل تايون ايهو اندي اينكم نغر سرتالو يمي
كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. يمان نمسو لجهن يقوم نقر بالتافر يقوم نقر زنا كذر يبقى قد الله يقول لبت سولو بل إلا سو كمال ملو لمهن موكا إلا سو بسر وقوم نقر زنا ما ورات مفكلو راسو ما وراو سنة لله. إن الفتى من يقول ها أنا ذا قبز مالتي هون يالله اللي سر الله يمي لنا ونجي أباتي عنده نبر يمي لادن يا نبي الله نوح لج يا نوح لج مونا التكمو وحال بينهما الموت فكان من المغرب بعل بيته من دزي يلوطنا يا نوح بعل بيت أنصتوا الله كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما رجاك قباري وشتر نبرو قنس لكدو لأدنوا أتوال تالو فقيل ادخل النار مع الداخلين ساتكم يجبوت غار جيزين تبار يانتكم لجر يتلاينهم سوش قن يعني تكافر في اللقاء تكافر في الأموال تكافر في الأولاد يدونيان ديكوريشن مثال يا سيسات من على كمثل غيف النار لكن ده زناب نوع زناب سوش تقارطوا باتشو تجنكو دعا درقو لمنو سقتو خابقو حالا رب العالمين مكم رحيم نونا بعلى السببت ملكو يازرك الرك الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته تسفاك قرطوا بحالا ذناب الميوردنا رحمة المدرقة والسنوان يا ذناب مريت لا يسير فمريت رمو أزمرا بكلت قبل يوتي بكلون أزمرا سياو أعجب الكفار أسدنك عشو كفار مالت قبل يوتي كفر يكفر كم بلو قرني نتا كفر مالت شفنا ويم دبك مالت جبري دمو زرني زرانا اثر يلبسوا جمره زرني بتمال كزار شاي يرسه سي اثر يلبسوا فينكفر يدبك عليا زر هذه نو كفار يتبالوا سنجي ابنته كفر على لم يجي بوتاله ليلا بوتاله ذرع الاچوا يا يدبكوت وطو لملمو ارونغوادي هونو قمناو يا ماره هونو سياوت عجائب ميزن درو ازمرا بلو سيدنقو فتراه مصفرا ارونغوادي نبره كونه بوحالا قالتا هونو غرقتو تايوات فتكيت ديبي بوحالا دغمو غلبا هونو دقو تادنيو يان دا يامارو ودى غلبان نتكيّر دنيا من دزان اتكالا دنيا لملما عشبركا عامرا ستايات يمات تتفاي مثلها توقو يتان للا ما أظن أن تبيد هذه أبدا يالو قوات نارين تنش بدنيا سلطاني كف يالو سوج ما نعنى منك أنك أنا يالو نو درو من دزان ملو نبرو من أشد منها قوة يالو يالو نجا دمو انيا ما نورم ليلا من نورو تولد دمو طفو بلو سلنا سوا هذه طبيعة الحياة الدنيا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كذبها لا من دمو آخرا من نجم آخرا دمو هدت نجر نجم وفي الآخرة عذاب شديد يبرتها كتاتها له ومغفرة من الله ورضوان كالله وكل هنا وديتا مهرتنا وديتا كهلتو ليتن يا وسونا يبلو ما سب يبال بيت وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الدنيا هيوت يمتاليا مقلقلانجي للا نقر عيد اللج مياتال للج لجدوا دمو يتوسنا على القلوت يمتسط نجمة هي حقيرة زائلة وزائل ما فيها الصم والرادة تنش أفي نجمة هذا عقلنا ما دي كم يعني لبت لمن دمو
ልዩ ትኩረት መስጠት ያለበት ለምንድን ነው? ያንን ነገረ። ምን አለ? ሳቢቁ ኢላ መግፊረቲን ሚን ረቢኩም፣ ከጌታችሁ በኩል ወደሆነ ምህረት ተሽቀዳደው። ሳሊሖች በኸይር ስራው መስክ ላይ ውድድሩ ውስጥ ገብተው ተግተው እየሰሩ ነው። እናንተም እሽቅድድም ውስጥ ግቡ፣ ውድድሩ ውስጥ ግቡ። ሳቢቁ ወጀነትን ዐርዱሃ ከዐርድ ሰማኢ ወልአርድ፣ ወርዷ ብቻ የሰማይና የምድርን ያህል ወደ ሆነችዋ ጀነትም ተሽቀዳደም። ቁመናዋ ምን ያህል ይሆን? ወርዷ ይህን ያክል ከሆነ አግድመቷ ማለት ሰባቱን ሰማይ ሰባቱን ምድር የምታህላ ለማን ተዘጋጀች? ኡዒደት ሊልሙተቂ፣ አላህን ለሚፈሩ ባሪያዎች ነው የተዘጋጀችው። ኡዒደት ሊለዚነ አመኑ ቢላሂ ወረሱሊ፣ በአላህና በመልእክተኛው ላመኑ ሰዎች ነው የተዘጋጀችው። ዛሊከ ፈድሉላህ፣ ያ ደግሞ የአላህ ችሮታ እንጂ አለዛ አማኞች ምንም እንኳ ቢደክሙም ያ ዋጋ ይገባቸዋል ብሎ አላህ በችሮታው ባያደርግላቸው ኑሮ አላህ ላይ ሐቅ የላቸው። ሙእሚንን የጀነት ጸጋን እንዲወርስ ማድረጉ የሱ ችሮታ። ዛሊከ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ የድኹሉ አሐዱኩም አልጀነተ ቢዐመሊሂ አሉ፣ ከእናንተ አንዳችሁም ጀነት በስራው አይገባም አሉ። ቃሉ ወላ አንተ ያ ረሱለላህ፣ እርሶም ጭምር አሏቸው። ቃለ ወላ አነ ኢላ አን የተገመደኒ አላህ ቢረሕመቲ፣ አላህ በእዝነቱ ካልሸፈነኝ በስተቀር እኔማ አዎ እንሰራለን፣ ደክማለን፣ ተወሰነ ነገር ይሞክራል። ለዚህ ስራ ይሄ ዋጋ ይገባዋል ብሎ የሚከፍለው አላህ ብቻ ነው። በችሎት አስገዳጅ አካል የለውም። ማንም መክሉቅ በአላህ ላይ የማስገደድ ሐቅ የለውም። ኢላ ቢከረም ምንሁ ወፈቅድ፣ እሱ በሆነ ችሎታ ካልሆነ በስተቀር እሱ ግን ለወዳጆቹ እሱን ለሚፈሩ ባሪያዎች አዘጋጅቷታል ማለት ነው። ፈድሉላህ ዩእቲህ መየሻ የሚለው ላይ እብኑ ከሲር አንድ ሐዲስ አስታውሰዋል። እዚህ ቦታ ላይ መጠቀስም ያለበት የሙሃጅሮች ድሆች ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ። ስሞታ ሊያሰሙ ጎደለን ብለው ግን ዱንያ ጎደለን አለም ነበር። ጃአ ፉቀራኡ ልሙሃጅሪን ኢላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቃሉ ያ ረሱለላህ ዘሀበ አህሉ ዱሱር ቢደረጃት ልዑላ ወነዒም ልሙቂም፣ የሀብት ባለቤቶች ታላላቅ ማዕረጎችን ብቻቸውን ወሰዷቸው፣ ዘላለማዊ ጸጋውንም እነሱ ተጎናጸፉ፣ እኛ ምስኪኖቹ ልንወዳደር አልቻልንም። አሉ ወማዛ፣ ምንድን ነው ምን ተፈጠረ? ቃሉ ዩሰሉነ ከማ ኑሰሊ ወየሱሙነ ከማ ነሱም ወየተሰደቁነ ወላ ነተሰደቅ ወዩዕቲቁነ ወላ ነው፣ እኛ እንደምንሰግደው ይሰግዳሉ፣ እኛ እንደምንጾመው ይጾማሉ፣ እኛ እንደምንጾመው ይጾማሉ፣ እነሱ እንደሚሰድቁት ግን እኛ አንሰድቅ። እነሱ ሰዎችን ከባርነት እያላቀቁ ነው በገንዘባቸው፣ እኛ ገንዘብ ስለሌለን አልቻልንም። ያለ በሰላቱ ከእኛ ጋር አጅር አግኝተው፣ በሌላ በኩል ደግሞ እኛ ማንችለውን ነገር እየሰሩ ነው። ተቀደምናል። ፈቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ አዱልኩም ዐላ ሸይኢን ኢዛ ፈዐልቱሙሁ سبقتم من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم، من الله عند نجر باملكتاچو يعني النجر كسراچو كحالاتو يمطا كله قدماچو تگنيالاچو مانن كنانته ليبلتم يمايچلبت انانته يسراچوتم يسرا كالهونه بسكر اهو كبار نجر ሊመስላችሁ ይችላል። ሁላችንም በቀላሉ ልንሰራው የምንችለው ነገር ነው የነገሯቸው። ምን አሉ? ቃለ ቱሰቢሑን ወቱከብሩን ወተሕመዱን ዱቡረ ኩል ሰላትን ሰላሳ ወሰላሲ፣ ከየሰላቱ በኋላ 33 ጊዜ ሱብሓነላህ ወልሐምዱ ልላህ ወላሁ አክበር ማለት ነው አሉ።
ግን ሲያገኙ ሙሃጅሮች ደስ ብሏቸው ተመለሱ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንደገና መጡ። አሁንም ተበልጠናል። ምንድነው ሲሏቸው ሰሚዐ ኢኽዋኑና አህሉ አምዋል ማ ፈዐልና ፈፈዐሉ ሚስለሁ። የሀብት ባለቤቶች የሆኑት ወንድሞቻችን እኛ የሰራነውን ሰሙና እሷንም ሰሩብናል። መብለጥ ፈልገዋል። ነ ነቢ ስ ላ ሰለም አሉ ዛሊከ ፈድሉላህ ዩእቲህ መን የሻእ። ይሄ የአላህ ችሮታ ነው፣ ለፈለገው ይሰጣል። እገሌ ቀደመኝ ከማለት ሌላ የኸይር ስራ መንገድ መፈለግ ነው የሚሻለው ማለት። ሁሉንም የኸይር ስራ መስራት የሚችል ሰው የለም። በአንድ በኩል አላህ ያገራለት ሰው ካለ አንተ ደግሞ ሌላ ታገኛለህ። እንዶ ሰሓቢዩ ነቢያችን ሰው እንዳላቸው ምንድን